وسهلا فيكم جديد ومسك الختام مع الطفولة والتلقائية والعفوية والبراءة. واليوم معنا هيك مجموعة من الأطفال اللي رح يمتعونا إن شاء الله. أول شيء رح نحكي معهم عن تجربة كتير مهمة صارت معهم، هي عرض أزياء للأطفال طبعا لموسم شتاء 2012-2013. وهالعروض تحديدا كانت أول حدا بفكر فيها السيدة لانا بشارات، واللي مش غريب أبدا عشقها للأطفال وعشقها للأزياء أيضا. اسمحوا لي أرحب بسرعة أولا بست لانا بشارات، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. ومعنا مجموعة من الأطفال، نحكي أسماءكم بسرعة. صوفيا عجيلات وجيسيكا جيسيكا رمزي قعوار تيا بان قطب أوكي رايا النبر لينا بشارات توفيق بشارات ومن هون تينا تامر قصار. اهلا وسهلا فيكم طبعا، وسعيدين جدا يعني بالفعل اليوم هيك زينتوا لنا الاستوديو وحليتوا لنا الاستوديو. بدي ابلش معك ست لانا، وعشقك للاطفال وللازياء ترجمتيه بعروض ازياء كانت الاولى من نوعها يمكن في المنطقه كلها. فنحكي عن العرض تحديدا لهي السنه، وايش اللي ميز هذا العرض تحديدا؟ وصار لك يمكن 15 سنه انت بهالمجال مع الاطفال. اكيد احنا اول ما عملنا حتى عرض ازياء، اول عرض ازياء للاطفال كان بالنادي الارثوذكس اول مره عملنا، وكمان صادفت انه هالمره هاي عملنا عرض الازياء الاواعي الشتويه كمان بالنادي الارثوذكسي. كان هذا العرض فيه تقريبا شيء 60 طفل شاركوا فيه من كل الاعمار، زي ما انت شايفه اليوم معنا. يعني حتى احنا بلشنا من سنتين بصراحه ل 12 سنه، وكان العرض الحلو فيه انه بتعرف الاطفال قد ايه بيحبوا انه يكونوا مع بعض، بحسوا انه متعه، انه بينبسطوا لما كان يجي وقت التدريبات بصراحه. فالحلو في عروض الازياء انه بتتعاملي مع اطفال، بتتوقع منهم اي تصرفات عفويه. يعني هو العرض مش بس لانه احنا بدنا نمشي على انه ما ينسوا او مثلا كل شيء لازم هاي الخطوه والى اخره، لا بالعكس، كانت اجمل ما بيكون بالاطفال هي العفويه اللي بتصدر منهم والتلقائيه اللي بتصرفاتهم. يعني هلا اكيد في متعة كتير كبيرة لما بتعملي مع الأطفال، بس في بنفس الوقت صعوبة وتحدي. شوفي في صعوبة كبيرة خاصة لما يكون العدد كبير، يعني 60 طفل مش قليل كان. لكن أنا بقول لك يعني قبل العرض بيكون في شوية تنشن، وحتى أنا لما أتعامل يعني بتحاول شوية تعلي الصوت معهم شوية عشان يهدوا لأنه أعدادهم كبيرة. بس هقول لك شغلة، بس نبلش نعرض وكذا بتنسي كل هالإشي هذا، وكله بيمشي بسلاسة وكل شيء بيمشي. من خلال خبرتك مع الأطفال تحديدا بعروض الأزياء، يعني هو بالنهاية مش فقط عرض أزياء، أكيد في مهارات معينة أو شغلات هيك بتضاف لإلهم. أكيد لما بنخرطوا بهيك تجارب. رح أقول لك شغلة، يعني حتى الأطفال اليوم بتلاقيهم شوي هايبين وتقول لك التلفزيون وكذا، لكن أنا بقول مرة على مرة بصفي عندهم قوة في الشخصية، حتى بحس بقوة حضورهم هن. فأنا بعتبر إنه هاي مش بس تجربة عشان ملابس أو أواعي، لا دائما لازم يكون هدف أسمى من هيك، مش بس إنه الأواعي، يعني ما بدنا نطلع أشياء ظاهرية، لكن حقيقة بتأثر على شخصيتهم وبتقويها. الأهل كيف يعني بتحمسوا كمان لمشاركة أولادهم بالعروض؟ أكيد قديه بيكونوا ملتزمين لأنه في تدريب، يعني بالتأكيد قبل العرض الرئيسي ما بينجح شيء لو ما أنه في دعم من الأهل. أحكي لك بكل صدق، ويعني بحب أنا أشكرهم كلهم، لأنه لو ما دعمهم هن وتشجيعهم هن للصغار، يعني هذا إشي أساسي بالتدريب. وعلى أي أساس أنت بتختار الأطفال؟ هي بس رغبة من الأهل ومن الطفل، ولا بتتفرجي على أشياء ثانية؟ لا 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 أبدا، ما في اختيارات بالأطفال. هذا الإشي الوحيد وقت عروض الأزياء اللي أنا بالوكالة عندنا نختار، لانه الطفل بتستمتع بوجوده معاكي. يعني هن فيش اجمل ما يكون الاطفال حواليك، زي ما هن هلا هون قاعدين حوالينا. وهلا يعني بدنا نسمع منهم. بلش من عندك، اول مره رايا بتشاركي؟ اول مره. طب وكيف حسيتي؟ كان كثير حلو شوي. وليش تشجعتي تشاركي مع انتي لانا تحديدا؟ عشان حبيت امشي على الكات ووك، حبيت اعرض ازياء عشان اول مره عرضت، وحبيت اكون مع انتي لانا وتعرفت على ناس كثير منيح. وانت كمان اول مره بتشاركي؟ لا انا بشارك. ذكريني باسمك بس. إلينا. وانا يعني كنت اظني 4 سنين عم بعرض للبي اتش اس مع انتي لانا، وانا كثير مبسوطه اني قعدت هون مع البي اتش اس. وكل سنه عن سنه حاسه انه هيك يعني عم تتقدمي اكثر، عم بتصيري محترفه اكثر. نعم. طيب توفيق، خبرتك اول مره، اول مره بتكون بعرض الازياء، شو حسيت هيك كولد وانت ماشي على الكات ووك؟ كم مره عرضنا احنا بالفاشن شو؟ مش اول مره يمكن هاي ثالث مره، صح توفيق؟ طب شو بيقولوا لك اصحابك بس شوفوك؟ بينبسطوا عليك اكيد، صح؟ صح. طيب.
احكي لنا بان اول شيء قد ايه بتحبي انتي لانا؟ كثير كثير. بتكون هيك شديده معكم ولا يعني رايقه؟ رايقه. طيب وكيف كنتوا تتدربوا؟ كثير كنا نتدرب بالحماس. متحمسين كلكم مبسوطين؟ ولما وقت العرض نفسه حسيتي قلبك بدق وهيك متوترة شوي ولا كنت مرتاحة؟ من أوليتها بعدين صرت مرتاحة. وهلأ مرتاحة أنت معنا؟ الحمد لله. طب حبيبتي يلا بدنا نشوف العروض طبعا. وبس يعني مين هلأ بده يبلش؟ يلا تامر نبلش. يلا خلينا نبلش نمشي. يلا تامر احكي لنا كيف الآلية. شوفي نحن طبعا نعمل التدريبات، هو الهدف من التدريب مش عشانهم يمشوا ما ينسوا الى اخره، احنا الهدف من التدريب ليتعودوا على الفكره انه هن عم بيعرضوا، انه هن بدهم يطلعوا على السج، انه في كاميرات، في فيديو قدامهم. يلا فالتدريب الهدف منه يتعودوا ايش بدهم يعملوا. طبعا انت بتتوقعيش انه كل شيء راح يكون زي ما انت دربتي، صح. اكيد يعني هذا شيء عارفينه طبعاً. وفي كثير. يلا خلينا كمان نمشي. يلا الهيبه اصلا الهيبه الواحد يوقف قدام قدام الناس قدام الجمهور حتى الكبار يعني لها لها. بس بدي اقول لك شغله، خلص بصير عندهم قوه شخصيه ما بيعود ياثر عليهم حقيقة. بس أنا بدي أقول لك أنه كثير مرات بيطلع مفاجآت منهم، يعني اللي مفروض يطلع ببطل يطلع، واللي بده يطلع مرة بضل بده يطلع مرتين وثلاثة. بس دائما كل شيء بيطلع من الأطفال يعني له قبول. أكيد يعني كل الناس كثير بتتقبله بالعكس. أكيد أكيد. عشان هيك بقول لك متعة العمل مع الأطفال برغم من أنه أعدادهم كبيرة وما بتعمل عليهم كنترول مرات. بس الشغل أنا هذا أكثر عروض أزياء بحب أشتغل فيها هي العمل تستمتعي. مع كثير بستمتع. يلا نمشي ورا بعض. رايا بتستمتع بالعرض وبتحب هيك تمشي بطريقه يعني انا بتوقع لها مستقبل كثير منيح ان شاء الله. في حدا من الاهل قال لك انه عن جد شخصيه الاولاد تغيرت بالمدرسه لما بيطلعوا؟ اكيد عشان هيك بضلهم معي، يعني في منهم لهم 3-4 سنين معي كل سنه وهن بيلاحقوني بالتليفونات امتى العرض الجاي امتى بدنا نعرض. يعني هذا شيء. قبل قديش بتبلشي ترتبي؟ شوفي انا يعني بدي اتليست 1 مانث لابلش احضر الشغله، بتاخذ شويه وقت لانه بدك ميوزك معها. صح يعني صح. انت الميوزك ليتعودوا يمشي عليه وهيك تاخذ شوية وقت. تعال مين كمان ما طلع؟ مين حابب يطلع كمان مرة على الكاميرا يعرض؟ يلا اطلعي بقى. طلعتي انت صوفيا؟ طلعتي؟ ما طلعتي. طب يلا خذ صوفيا ورمزي. يلا مش كدين بعض؟ يلا صوفيا ورمزي روحوا اعرضوا. يلا تعال يلا روحوا اعرضوا شوي. برافو. هلا احنا طبعا كم اسبوع بتفصلنا عن الكريسماس ونيو يير، يعني كل سنه والجميع سالمين وكل سنه وانتم سالمين. ايش في هيك الوان جديده اقساط جديده؟ هذا كنت اقول لك انه احنا هذا عدد ازياء عملناه بصراحه خصوصا عشان موسم الاعياد وراس السنه. طبعا انت كنت تشوفي بالازياء بالعرض اللي عملناه بالسبورات طبعا، وكنا كثير للصبايا كان في الفرو موجود هيك على الفساتين وعلى البوت، كان الكاجوال في لون الموف كثير موضة كان لهم، اللون البينك، الشباب كان اللون الجرازي والجاكيتات حلوين، عندهم كان عرضوا بدلات كمان الصغار والكبار كانت كثير حلوة حقيقة، ففي تشكيل وفي تنوع كثير كبير. تعا حبيبي. اوكي. ايش صوفيا؟ تعي. يلا هون تقعدي هون صوفيا عشان هي الكاميرا. يعني بدي اقول لك شغله، عرض الازياء للاطفال زي ما احنا قلنا مش بس هدفنا نعرض ازياء، احنا هدف من هاي انه الصغار يتعودوا على بعض. حتى ما تقولي بالمدرسه كيف لما يطلعوا على الستيج يكون عندهم النظره على الكاميرا، يعني هاي كانت كثير شغله مهمه طبعاً. لانه حتى لما كنت اقول لهم مثلا عدوا للخمسه كانوا يوقفوا قدام الكاميرا ويعدوا للخمسه عشان انه عارفين حالهم بدهم يطلعوا بالكاميرا. بعدين المقابلات لما عملوا مقابلات كان عندهم شويه حضور قوي. طبعا انا حابه اسمع من لكم قد ايه صار عندكم اصحاب جداد مع العرض؟ كتير. يلا قد ايه؟ كثير زي كثير ناس والله. انا كثير ناس كمان وبحبهم كثير، ولما بيكونوا معي بكون مبسوطه كثير. طيب وجيسيكا صار عندك اصحاب ثانيين؟ لا لا اكيد هم كلهم بحبوكي صح. نحن مشينا احنا وجيسيكا على ستيج. شكرا. ورمزي مش كتير عندي صحاب بس بالفاشن شو مع الفاشن شو كل الناس بتحبك انت رمزي. انا بعرف كتير عندك اصحاب بالمدرسه. بدك كمان مره تعمل فاشن شو نيكست تايم لما نعمل بتحب؟ اوكي نسال كمان هون. يلا صوفيا بدك تعملي كمان مره فاشن شو؟ وتوفيق ما سمعنا. اخذ توفيق. يلا توفيق بدك تعمل كمان مره فاشن شو؟ اه ايمتى؟ لما تعمل انت لنا كمان مره تيجي معها؟
اوكي طب لا نسمع من بان و... خبرونا انت يلا خبرينا عن العرض شويه شو عملنا وشو تدربنا يلا بان و... تدربنا كثير مرات قد ايه كثير قد ايه ساعه كنتوا تتدربوا قبل العرض احنا كنا نقسمهم باي ذا وي لانه عددهم 60 وكتار فقسمناهم جروبات كل مجموعه على ساعه بتعب العرض ولا بس هيك حلو انه المشي سهل حلو بس مش سهل مش سهل طب ايش الاشي الصعب فيه كان انه لازم نمشي شوي شوي ونوقف وبعيدوا وانت لانا مرات بتشوي تعلي صوتها صح صح طيب بس هن بيسمعوا الكلمه بالاخر اخر ثانيه مع بان عشان نختم الفقره قولي لنا بان قولي اي شيء بدك اياه للناس منين بتحبي تقولي للتلفزيون للتلفزيون الاردني ثانك يو الكم شكرا كثير تتلانا مش غريب ابدا يعني ابداعاتك وهيك طلاتك الحلوه دائما بنقول شكرا كثير لكل الصغار اللي معنا قولوا باي للجميع باي باي للتلفزيون شكرا لكل اهاليكم يعني قولوا باي باي للتلفزيون ايوه باي باي